مشاعر فخر وامتنان واعتزاز، مشاعر عز وفخر باللي قدرنا نوصل له، شعور بالتوتر بس بنفس الوقت فرح، مسؤولية، حماس، شغف، تمثيل ورفع راية المملكة في المحافل الدولية شرف عظيم. إذا كان في كلمة واحدة هو الشغف. مسؤولية أننا نمثل المملكة أفضل تمثيل. شعور جداً جميل وجداً محفز أنك تكون جزء من الطلاب اللي يمثلون المملكة في مسابقة علمية كبيرة تعد الأكبر لهذه المرحلة. ما كان وصوله بالساهل، يعني تعبنا كثير. كنا نحلم أن احنا نعدي المراحل الأولى والثانية. شعور لا يوصف، الحمد لله أنه عندنا الإمكانية نمثل المملكة في المعارض الدولية. أكيد شعور فخر، وهذا أصلاً كان من أكبر الحوافز لنا من أول ما بدينا البحث العلمي. شعوري مختلط ما بين حماس وما بين قلق وتوتر وما بين الرغبة في تمثيل المملكة بأحسن صورة ممكنة. أنا أحب البحث العلمي وأبغى أبين شغلي للعالم. فخورة أن أصلاً عندي الفرصة أني أشارك في محفل دولي وأني أبين إيش أقدر أقدم للناس.